أحلام موظفة في إدارة الجودة، دقيقة في مواعيدها، حاصلة لسبعة أشهر على الموظف المثالي. ولكن ليت كل الأمور مثالية مثل أحلام. أنا أحب مكتبي يكون فاضي، ما علي أي معاملات متراكمة، كأني في سباق مع الزمن. كل شهر أحاول أكسر رقم القياسي للشهر اللي قبله في إنجاز المهام. لكن ليت موافقة إجازتي السنوية تطلع بنفس سرعتي. قدمت عليها من فترة وقاعدة أنتظر وأنتظر ولش أنتظر. الحكي لازم بيزعجها. ما يحتاج تحلم بالإجازة مثل أحلام. رشح جسر لشركتك الآن.